ابتدائي وحلقة جديدة من مدرسة على الهوا ومادة العلوم. النهاردة إن شاء الله مراجعة ليلة الامتحان، هنشوف أمثلة متنوعة من الأسئلة المختلفة وهنعرف إزاي نجاوب عليها بطريقة نموذجية وإزاي نجيب فيها أعلى الدرجات إن شاء الله. طيب امتحاننا إن شاء الله هيبقى فيه أسئلة زي الامتحانات اللي أنت امتحنتها قبل كده أو الامتحانات اللي حليناها، بيبقى أسئلة متنوعة من أكمل وصحح الخطأ وصح وخطأ وعلل واذكر ماذا يحدث إذا واذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي. وطبعا أساس في الامتحان اكتب المصطلح العلمي. دي نماذج الأسئلة اللي إن شاء الله هتلاقيها بكرة في الامتحان. طيب هنشوف بقى أسئلة معايا دلوقتي ونشوف إزاي بنحلها. طيب نبتدي بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف المراجعة بتاعتنا. أول سؤال معايا بيقول لي أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. سؤال أكمل عادي جدا، ها، يتكون الجهاز الهيكلي للإنسان من نقط ونقط. الجهاز الهيكلي للإنسان بيتكون من إيه سنة ستة؟ الجهاز الهيكلي للإنسان بيتكون من الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. يبقى الجهاز الهيكلي للإنسان بيتكون من الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. طيب وحدة قياس الكتلة نقط ووحدة قياس الوزن نقط. وحدة قياس الكتلة هي الجرام أو الكيلوجرام، وحدة قياس الوزن هي النيوتن. بيستخدم الترمومتر نقط في قياس درجة حرارة الماء. احنا طبعا خدنا نوعين من الترمومترات، الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي. مين اللي كان بيستخدم فيهم في قياس درجة حرارة الماء؟ هو الترمومتر المئوي. أكمل العبارات الآتية: تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذو الكفتين، ويقاس الوزن بوحدة النيوتن. خلاص يبقى نخلي بالنا هنا لما بيذكر عندي أو عايز عندي الأداة المستخدمة يقول لي باستخدام، يبقى السؤال لو هو عايز الأداة المستخدمة يبقى الميزان، لكن وحدة القياس بيذكر لي فيها بوحدة كذا، يبقى بوحدة نقط. يبقى هنا الوزن بوحدة النيوتن، لكن هنا الكتلة باستخدام ايه؟ باستخدام دي يعني عايز أداة، يبقى الكتلة بتقاس باستخدام الميزان ذو الكفتين. طبعا اي ميزان من الاربعة اللي احنا درسناهم هيبقى صح، الميزان ذو الكفتين، الميزان الرقمي، الميزان ذو الكفة الواحدة بمؤشر، اي ميزان هتكتبه هيبقى صح. ويقاس الوزن بوحدة النيوتن. من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة نقط ونقط. يبقى من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة ها الحديد والنحاس. طيب عندي سؤال تاني: يبدأ تدريج الترمومتر الطبي من درجة نقط إلى نقط. الترمومتر الطبي تدريجه من كام لكام؟ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية. ينتج غاز ثاني اكسيد غاز الاكسجين من عمليه نقط، وينتج ثاني اكسيد الكربون من عمليه نقط. طيب غاز ثاني اكسيد الكربون بينتج من عمليه ايه؟ العمليه الوحيده اللي اسفه نقرا السؤال تاني: ينتج غاز الاكسجين من عمليه نقط. العمليه الوحيده اللي بتنتج عندي فيها ثاني غاز الاكسجين هي عمليه البناء الضوئي. أما ثاني أكسيد الكربون فبينتج نتيجة عمليتين: يا إما تنفس الكائنات الحية يا إما عمليات الاحتراق. يبقى غاز ثاني أكسيد الكربون بينتج من عملية التنفس صح أو عمليات الاحتراق صح. طيب تاني عشان السؤال ده نخلي بالنا منه: ينتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوئي، وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من عملية التنفس وعمليات الاحتراق. عدد الأعصاب في جسم الإنسان، عدد الأعصاب طيب هنا كام؟ 43 زوجا من الأعصاب. طيب ليه قلنا 43 زوج؟ لأنه ما حددش هنا هو عايز الأعصاب نوعها إيه. احنا عارفين إن احنا عندنا الأعصاب دي نوعين: أعصاب مخية وأعصاب شوكية. الأعصاب المخية 12 زوج، أما الأعصاب الشوكية فهي 31 زوج. لما اجمعهم كلهم مع بعض هيطلع مجموع الاعصاب المنتشره في جسم الانسان 43 زوجا. اللي هيكتب 43 بس غلط، الاعصاب هنا بتحدد بالازواج، يعني 12 زوجا من الاعصاب المخيه، 31 زوجا من الاعصاب الشوكيه. يبقى مجموعهم على بعض 43 زوجا في جسم من الاعصاب طبعا في جسم الانسان. يتكون الهيكل المحوري في الانسان من، احنا من شوية قلنا الجهاز الهيكلي بيتكون من الهيكل المحوري والهيكل الطرفي.
طب الهيكل المحوري بقى بيتكون من ايه؟ من الجمجمة، العمود الفقري، والقفص الصدري. يبقى بيتكون من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري. طيب من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة الزجاج والورق. طبعا الخشب والبلاستيك كل دي أمثلة لمواد رديئة التوصيل للحرارة. عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة. عدد الأعصاب الشوكية 31 زوجا، وعدد الأعصاب المخية 12 زوجا. واخدين بالكم بقى ان احنا لما بنذكر عدد الأعصاب لازم بنقول كلمة ايه؟ زوجا. طيب تصنع مقابض أواني الطهي من مواد رديئة التوصيل للحرارة، وممكن كمان نقول من البلاستيك أو من الخشب. تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذو الكفتين، ويقاس الوزن باستخدام الميزان الزنبرجي. يتم تحضير الأكسجين من نقط في وجود نقط. بيحضر غاز الأكسجين من إيه سنة ستة؟ من فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز. يبقى يتم تحضير الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز. أكمل العبارات الآتية: قوة جذب الأرض للجسم تسمى نقط وتزداد بزيادة نقط. قوة جذب الأرض للجسم دي تعريف مين أو بنسميها إيه؟ الوزن. وتزداد بزيادة كتلة الجسم، يبقى الوزن يزيد الوزن كلما زادت كتلة الجسم. من أنواع الترمومترات الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي. يعتبر نقط ونقط ونقط من مصادر غاز ثاني أكسيد الكربون. إيه بقى المصادر اللي بتديني غاز ثاني أكسيد الكربون؟ التنفس، احتراق الوقود، واحتراق المواد العضوية. مركز التحكم الرئيسي في جسمك هو نقط، ويوجد داخل علبة عظمية تسمى نقط. مركز التحكم الرئيسي في جسمنا هو مين؟ المخ، ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى الجمجمة. يتركب الجهاز الهيكلي للإنسان من الجهاز الهيكلي، قلنا من الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. يدخل غاز نقط في عملية البناء الضوئي، ويتصاعد من هذه العملية غاز نقط. مين الغاز المستخدم في عملية البناء الضوئي؟ ثاني أكسيد الكربون. وقلنا عملية البناء الضوئي هي العملية الوحيدة اللي بينتج منها غاز الأكسجين. يتركب العمود الفقري من 33 فقرة. كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت نقط، وزاد نقط الجسم عليه. طيب نفتكر كده، كانت كتلة الكوكب من أحد العوامل اللي بتأثر على وزن الجسم. ازاي؟ قلت لكم نحفظها كده بالترتيب او نعرفها بالترتيب. كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت مين؟ جاذبيته، وبالتالي زاد وزن الجسم عليه. يبقى كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الجسم عليه. طيب تنتقل الحرارة من الجسم نقط في درجة الحرارة الى الجسم نقط في درجة الحرارة. لكي تنتقل الحرارة بين جسمين يا سنة ستة لازم يكون عندي شرط، اللي هو ايه؟ اختلاف درجات الحرارة. لازم يكون في جسم ساخن وجسم بارد. لكي تنتقل الحرارة من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة. يبقى دائما الحرارة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة. تتصل التفرعات الشجيرية بخلايا عصبية مجاورة لها مكونة نقط. هي التفرعات الشجيرية دي كنا بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في الخلايا العصبية. طب الخلايا العصبية بتتصل من التفرعات الشجيرية مع بعضها بتكون عندي ايه؟ التشابك العصبي. التشابك العصبي، يبقى التشابك العصبي هو عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية متصلة معا من خلال التفرعات الشجيرية. طيب ينتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوئي. يتجمد الماء عند درجة حرارة نقط، ويغلي عند درجة حرارة نقط. يتجمد الماء عند درجة حرارة ايه؟
صفر سيليزيه، ويغلي عند درجه حراره 100 درجه سيليزيه. طيب نلاحظ كمان ان ده تدريج الترمومتر المئوي، ان تدريج الترمومتر المئوي بيبدا من الصفر درجه سيليزيه الى درجه 100 سيليزيه. تمام. طيب ليه اختاروا الصفر والمية؟ قلنا لان الصفر بيعبر عن درجة تجمد الماء، اما المية سيليزية فهي درجة غليان الماء. من امثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة الحديد، ومن امثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة الخشب. طبعا انا كتبت الحديد والخشب، انت ممكن تكتب اي مثال تاني جيد التوصيل للحرارة زي الالومنيوم زي النحاس، وتقدر تكتب اي مثال لمادة رديئة التوصيل لو السؤال ده جالي، الخشب، البلاستيك، الورق، الزجاج، زي ما انت عايز. طيب يتركب الجهاز العصبي من جهازين رئيسيين هما، يبقى الجهاز العصبي بيتركب من جهازين رئيسيين هما مين؟ الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. طيب ثاني اكسيد الكربون الصلب يسمى نقط ويستخدم في نقط. ثاني اكسيد الكربون الصلب ده بيسمى ايه؟ الثلج الجاف، ويستخدم في التبريد. طبعا ثلج يبقى يستخدم في التبريد. طب يتحكم نقط في الافعال المنعكسه، مين بقى اللي بيتحكم في الافعال المنعكسه؟ الحبل الشوكي. من خصائص ثاني اكسيد الكربون انه نقط من الهواء، لذلك يجمع بازاحه الهواء نقط. طيب من خصائص ثاني اكسيد الكربون انه ايه بالنسبه للهواء؟ كثافته ايه بالنسبه للهواء؟ اتقل ولا اخف؟ طبعا اثقل من الهواء، يبقى ثاني اكسيد الكربون اثقل من الهواء، لذلك يجمع بازاحه الهواء. هو اثقل يعني هيبقى هو اللي هينزل لاسفل، يبقى هيزيح الهواء ها لأعلى. يبقى من خصائص ثاني أكسيد الكربون أنه أثقل من الهواء، لذلك يجمع بإزاحة الهواء لأعلى. يستخدم نقط في تعيين وزن الجسم، مين بقى اللي بيستخدم في تعيين وزن الجسم؟ طبعا الميزان الزنبرجي. يتحكم نقط في الحركات الإرادية للجسم، خلي بالنا هنا حركات إرادية، أنا عندي حركات إرادية وعمليات لا إرادية. الحركات الإرادية مين اللي بيتحكم فيها؟ النصفين الكرويين. طيب العمليات اللا إرادية مين اللي بيتحكم فيها؟ طبعا النخاع المستطيل. الكيلوجرام يكافئ نقط من الماء المقطر، الكيلوجرام بيكافئ إيه؟ كتلة لتر من الماء المقطر. عظمة العضد من عظام الطرف نقط، والفخذ من عظام الطرف نقط. عظمة العضد من عظام الطرف ايه؟ العلوي، لان دي من عظام الذراع، والذراع من الطرف العلوي. طيب والفخذ من عظام الطرف السفلي، خلاص يبقى العضد من عظام الطرف العلوي دي موجودة في الذراع، اما عظمة الفخذ فدي موجودة في الطرف السفلي اللي هي في الرجل. يتحد الحديد مع الأكسجين مكونا أكسيد الحديد، وده اللي بنطلق عليه صدأ الحديد. يتكون ثاني أكسيد الكربون من ذرة نقط مرتبطة بذرتي نقط. ثاني أكسيد الكربون بيتكون من إيه؟ نسيت أنا الأعداد، على طول أكتب الرمز بتاع أو الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون كنا بنقول إن هو CO2، CO2، سي اللي هي الكربون، يعني ذرة واحدة من ايه؟ من الكربون مرتبطة بذرتين O2، يبقى الـ O دي رمز مين؟ الأكسجين. يبقى ثاني أكسيد الكربون يتكون من اتحاد ذرة كربون مرتبطة بذرتين أكسجين. السطح الخارجي للنصفين الكرويين يعرف بنقط، وهي نقط اللون. السطح الخارجي بقى للنصفين الكرويين اللي موجودين في المخ ده بيعرف بإيه؟ بالقشرة المخية، وهي لونها إيه؟ ها رمادية اللون. الجرام هو وحدة قياس الكتلة، بينما نقط هو أداة لقياس الوزن، أداة لقياس الوزن، طبعا الميزان الزنبرجي. مركز التحكم الرئيسي في جسمك هو المخ، ويوجد داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة. نسبة غاز الأكسجين في الجو كام في المية؟ وغاز النيتروجين كام في المية يا سنة ستة؟ نسبة غاز الأكسجين 21%، وغاز النيتروجين
78%. تتكون الخلية العصبية من جزئين أساسيين، هما الخلية العصبية بتتكون من إيه؟ من جسم الخلية ومحور الخلية. الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من الجهاز العصبي الطرفي، هنا اللي مقصود بيه الأعصاب المنتشرة في جسم الإنسان. يبقى الجهاز العصبي الطرفي هو الأعصاب المنتشرة في جسم الإنسان. طيب بيتكون من إيه؟ من الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية. قلنا الأعصاب المخية 12 زوجا من الأعصاب المخية، أما الأعصاب الشوكية فهي 31 زوج. يحاط محور الخلية العصبية بطبقة دهنية اللي احنا بنسميها غلاف الميلين. يبقى يحاط محور الخلية العصبية بطبقة دهنية وتسمى بغلاف الميلين. يتكون المخ من نقط ونقط ونقط. بيتكون المخ من ايه؟ 3 أجزاء اللي هم النصفان الكرويان، المخيخ، والنخاع المستطيل. كثرة تناول الشاي والقهوة يسبب نقط ونقط. الشاي الكتير والقهوة الكتير بتسبب ايه؟ زيادة في ضربات القلب والتوتر العصبي طبعا، واضطراب في فترات النوم. يبقى عندي هنا 3 حاجات بتسببهم تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، اختار لك الاتنين اللي اسهل عليك. قلنا زيادة ضربات القلب، التوتر العصبي، واضطراب في فترات النوم. طيب تقاس الكتلة بوحدة الجرام او الكيلو جرام، وعندي الوزن بوحدة النيوتن. العوامل التي يتوقف عليها الوزن، عندي 3 عوامل بيتوقف عليهم الوزن. يعني ايه بيتوقف عليهم الوزن؟ يعني بيزيد او بينقص الوزن بسببهم. طيب العوامل دي كانت ايه؟ كتلة الجسم، كتلة الكوكب الذي يوجد عليه الجسم، والمسافة بين الجسم وبين مركز الأرض. طيب كتلة الجسم بتأثر ازاي؟ قلنا كلما زادت كتلة الجسم زاد وزنه. كتلة الكوكب، كلما زادت كتلة الكوكب الذي يوجد عليه الجسم زادت جاذبيته، وبالتالي زاد وزن الجسم عليه. المسافة بين الجسم ومركز الأرض، كلما زادت المسافة بين الجسم ومركز الأرض قل وزنه، وكلما قلت المسافة بين الجسم وبين مركز الأرض زاد الوزن. وزن الجسم على القمر يساوي سدس وزنه على سطح الأرض. وزن الجسم على الأرض يزداد بزيادة كتلته. كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت جاذبية الكوكب وزاد وزن الجسم عليه. الوزن هو الوزن هو ايه؟ قوة جذب الأرض للأجسام، قوة جذب الأرض للأجسام. الحرارة صورة من صور الطاقة. درجة الحرارة هي عبارة عن مؤشر يساعدنا في التعبير عن نقط أو نقط. درجة الحرارة هي مؤشر بيساعدنا عن التعبير عن ايه بقى؟ سخونة او برودة الجسم. يبقى درجة الحرارة هي مؤشر بيساعدنا في التعبير عن سخونة او برودة الجسم. المواد جيدة التوصيل للحرارة هي المواد التي نقط مثل نقط. يبقى المواد جيدة التوصيل للحرارة هي ايه؟ مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها. مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها. طيب مثل، عايز مثال هنا، زي مين؟ زي الحديد والنحاس. المواد رديئة التوصيل للحرارة هي المواد نقط مثل نقط. يبقى المواد رديئة التوصيل للحرارة عكس جيدة التوصيل للحرارة بقى. رديئة التوصيل هي ايه؟ لا تسمح بمرور الحرارة خلالها، مثل البلاستيك والخشب. تستخدم الحرارة في صناعة وتحضير نقط. ايه بقى الصناعات اللي لازم فيها الحرارة او الحرارة لازمة للقيام بالصناعات دي؟ الأغذية، الزجاج، الورق، والمواد الكيميائية. خلاص. الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هي تغير نقط السائل الموجود به مع تغير نقط. يبقى فكرة عمل الترمومترات هي تغير ايه؟ حجم السائل الموجود طبعا بالترمومتر مع تغيير درجة حرارته. يبقى الفكرة الأساسية لعمل الترمومترات هي تغير حجم السائل الموجود به
المقصود يعني الموجود بالترمومتر مع تغيير درجة حرارته اللي هو السائل. خلاص، يبقى طب بتتغير ازاي؟ ها، بيزداد حجم السائل بزيادة درجة حرارته، بيزداد حجم السائل بزيادة درجة حرارته، فبيعمل تمدد ويحدث انكماش للسائل البرودة أو بتقليل درجة حرارته. طيب، يستخدم الترمومتر المئوي في قياس نقط. الترمومتر المئوي بيستخدم في قياس ايه؟ درجة حرارة السوائل. ينتج غاز الأكسجين بوفرة من نقط أثناء عملية نقط. ينتج غاز الأكسجين بوفرة من مين بقى؟ مين اللي بينتج عندي ثاني أكسيد الكربون؟ النباتات الخضراء أثناء عملية البناء الضوئي. يستهلك غاز الأكسجين في الهواء في عمليتي نقط ونقط. طيب، إيه العمليتين اللي بيستخدموا فيهم غاز الأكسجين؟ هي التنفس والاحتراق. من استخدامات غاز الأكسجين، غاز الأكسجين بقى طبعا شفنا استخداماته كتيرة جدا، عايزة استخدام واحد بس. قلنا يستخدمه الغواصين للتنفس تحت الماء، بيستخدم في مع لهب في لهب الأكسي أسيلين في لهب في قطاع ولحم المعادن، بيستخدم في التنفس في عمليات الاحتراق. كل دي استخدامات غاز الأكسجين، اكتب اللي يعجبك. ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة احتراق المواد نقط مثل نقط، وكذلك من نقط الكائنات الحية. يعني هنا عايز مصادر ثاني اكسيد الكربون. طيب، يعني نتيجة احتراق المواد ايه بقى؟ المواد العضوية مثل الخشب او الورق او التبغ، وكذلك من، يبقى هو بينتج من احتراق المواد العضوية زي الخشب. طب بينتج من ايه كمان؟ من تنفس الكائنات الحية. يبقى ثاني اكسيد الكربون بينتج من تنفس الكائنات الحية، وبينتج من احتراق المواد العضوية. ايه هي المواد العضوية؟ زي الخشب، الورق او التبغ. طيب، من خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون انه، عايزة خاصية واحدة بقى من ثاني اكسيد الكربون، ها، يذوب في الماء. طبعا يذوب في الماء، عديم اللون وعديم الرائحة. ممكن نقول كمان انه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. كل دي خصائص ثاني اكسيد الكربون، حضرتك تكتب منها الاسهل بالنسبة لك لو جه السؤال ده يعني. طيب، يشكل النيتروجين، يشكل النيتروجين نقط من الغلاف الجوي. يبقى هنا عايز نسبة غاز النيتروجين، نسبته كام؟ 78%. يتركب الجهاز العصبي من جهازين رئيسيين هما. الجهاز العصبي بيتركب من جهازين، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. يتكون الهيكل المحوري من الجمجمة، العمود الفقري، والقفص الصدري. شكل تاني من اشكال الاسئلة معانا اللي بتيجي في الامتحان، ولازم هنلاقيها ان شاء الله بكرة في اي في امتحان العلوم، هو جهاز سؤال المصطلح العلمي. سؤال المصطلح العلمي ممكن كمان نلاقي في امتحان يقول لي اكتب المفهوم العلمي. هي المصطلح العلمي هو المفهوم العلمي. طيب، سؤال المصطلح العلمي زي ما احنا متعودين وخدنا طول الترم مع بعض، انه بيجيب لي التعريف وعايزني انا اكتب المصطلح العلمي. يبقى هو هيديني التعريف الكبير ويفتح لي قوسين كبار، عايز اكتب المفهوم العلمي او المصطلح العلمي. محدش يا اولاد يفتكر ان الاقواس دي علشان اضع علامة صح او غلط او خطأ، لا، الاقواس الكبيرة للمصطلح العلمي. طيب، نشوف بقى السؤال هنا بيقول لي ايه. اكتب المصطلح العلمي للعبارات الاتيه: الجهاز المسؤول عن التكامل والتنسيق بين اجهزه جسم الانسان. ايه هو الجهاز بقى المسؤول عن التكامل والتنسيق بين اجهزه جسم الانسان؟ الجهاز العصبي. يستخدم لقياس كتله الاشياء. طبعا احنا خدنا اربع انواع من الموازين، اللي هتكتبه هيعتبر صح. الجهاز ذو الجهاز ذو الكفتين، الميزان ذو الكفتين، صح، الميزان ذو الكفتين المعتاد، الميزان ذو الكفتين الحساس، الميزان ذو الكفة الواحدة بمؤشر، والميزان ذو الكفة الواحدة الرقمي. اي واحد من دول هنكتبهم صح. طب انا هنا كتبت لك الميزان الرقمي، ماشي. طيب، مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها، ده تعريف مين؟ مواد جيدة التوصيل للحرارة. عضو مسؤول عن الأفعال المنعكسة بالجسم، الحبل الشوكي.
طيب أداة تستخدم لتعيين وزن الجسم، ها الميزان، الزنبرجي. غاز يدخل في عملية البناء الضوئي، نخلي بالنا هو بيدخل ها ولا بينتج من، لا هنا قال لي غاز يدخل في عملية البناء الضوئي يبقى ثاني أكسيد الكربون، طب لو ينتج منها يبقى غاز الأكسجين. استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة، استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة، ده مين؟ الفعل المنعكس. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، ها الكتلة. مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان، مين بقى اللي بيتحكم في جسمك كله؟ ها المخ. أداة تستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان، هنا حدد عندي درجة، تستخدم أداة تستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان، مين بقى؟ الترمومتر الطبي. هنا ما ينفعش أقول الترمومتر واسكت، لازم أحدد أنا كمان إن هو الترمومتر الطبي. أدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة، طيب هنا بقى في السؤال ده ما قالش حرارة الإنسان ولا حرارة السوائل، الأدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة هتبقى الترمومترات بس، مش هقول أنا كمان لا طبي ولا مئوي. غاز يستخدم في إطفاء الحرائق، ثاني أكسيد الكربون. طيب غاز يتكون الجزيء فيه من 3 ذرات من غاز الأكسجين، مين بقى الجزيء اللي بيتكون من 3 ذرات من الأكسجين اللي هو O3؟ ها غاز الأوزون. جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الأفعال المنعكسة، جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الأفعال المنعكسة، ها الحبل الشوكي. أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة، دي مين؟ المفاصل. قوة جذب الأرض للجسم، ده تعريف مين؟ الوزن. لهب يستخدم في قطع ولحام المعادن، لهب الأوكسي أستيلين. مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقري تحميها من الاحتكاك ببعضها، مين بقى المناطق اللي بتفصل بين فقرات العمود الفقري؟ الغضاريف. المواد التي تسمح بسريان الحرارة خلالها، مواد جيدة التوصيل للحرارة. استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجي، ايه بقى الحركة الاوتوماتيكية السريعة اللي بيعملها الجسم بدون تفكير وبتبقى سريعة جدا؟ الفعل المنعكس. المصدر الرئيسي لتحضير غاز النيتروجين، مين بقى؟ غاز النيتروجين بيتحضر من ايه؟ الهواء الجوي. برضو اكتب المفهوم العلمي، نفس الكلام اكتب المصطلح العلمي. وحدة قياس للكتلة تكافئ كتلة لتر من الماء النقي، وحدة قياس للكتلة تكافئ كتلة لتر من الماء النقي، الكيلو جرام. الجهاز المناسب لتقدير كتلة خاتم من الذهب أو الفضة، ده الجهاز إيه؟ ها الميزان ذو الكفتين الحساس، وممكن كمان نقول الميزان الرقمي هيبقى صح. اه بالظبط. العلاقة الرياضية بين كتلة وزن بين كتلة جسم ووزنه على سطح الأرض، العلاقة الرياضية بين كتلة جسم ووزنه على سطح الأرض. العلاقة الرياضية هنا سنستق اللي مقصود بيها القانون اللي احنا بنحل بيه المسائل، علاقة رياضية يعني القانون اللي بنحل بيه المسألة، هو ايه بقى؟ الوزن بيساوي الكتلة بالكيلوجرام في 10، يبقى الوزن على سطح الأرض وزن الجسم طبعا على سطح الأرض بيساوي كتلة الجسم بالكيلوجرام في 10. تركيب صغير داخل الترمومتر الطبي يمنع رجوع الزئبق بسرعة لمستودعه، ده مين؟ الاختناق. زيادة حجم السائل بزيادة درجة حرارته، ده ها تمدد السائل. سائل يستخدم في تطهير الترمومتر الطبي، ده مين؟ الكحول. طيب لو قال لي سائل يستخدم في صناعة الترمومتر الطبي، يبقى نفرق ما بين تطهير الترمومتر الطبي يبقى ده الكحول الإيثيلي طبعا، طيب لكن سائل يستخدم في صناعة الترمومتر يبقى الزئبق، يبقى السائل اللي بيستخدم في صناعة الترمومتر هو الزئبق، تمام؟ لكن السائل اللي بيستخدم في تطهير الترمومتر هو الكحول الإيثيلي، تمام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعد كده.
مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم. مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم. درجة الحرارة، ما تمثله أعلى درجة حرارة في الترمومتر المئوي؟ طبعا دي لسه ايه قايلينها، احنا قلنا الترمومتر المئوي تدريجه من 0 لـ100. 0 هي درجة تجمد الماء، طيب أعلى درجة هي 100 درجة سيليزية، دي بتمثل ايه؟ درجة غليان الماء. المصدر الأساسي لغاز الأكسجين في الهواء الجوي مين بقى؟ المصدر الأساسي أو المصدر الرئيسي لغاز الأكسجين في الهواء الجوي النباتات الخضراء. المادة الكيميائية المستخدمة في تحضير الأكسجين في المعمل وتنحل إلى أكسجين وماء. أنا بحضر غاز الأكسجين من مين؟ من فوق أكسيد الهيدروجين، تمام؟ يبقى المادة الكيميائية المستخدمة في تحضير الأكسجين هي فوق أكسيد الهيدروجين. طب كان عندي مادة كيميائية تانية بتستخدم أثناء تحضير غاز الأكسجين، لكن دي بتعتبر عامل مساعد، اللي هي مين؟ ثاني أكسيد المنجنيز. يبقى اللي بتستخدم في التحضير هي فوق أكسيد الهيدروجين، لأن هي اللي بتنفك وهي اللي بتنحل، بتعطينا الأكسجين والمي. لكن ثاني أكسيد المنجنيز لا، دي عامل مساعد فقط، لا تدخل في أو لا تشترك في التفاعل الكيميائي وتبقى دون أن تتغير كتلتها أو خواصها. طب هي وظيفتها إيه؟ اللي هي تسريع عملية التفاعل بس مش أكتر، تمام؟ بتزيد من سرعة التفاعل. لكن مين هنا اللي بتنحل ومين اللي بيتحضر منها غاز الأكسجين؟ هي فوق أكسيد الهيدروجين، تمام؟ علشان لقيت في ناس بتخلط ما بين الاتنين، يقول لي مادة كيميائية يكتبها على طول ثاني أكسيد المنجنيز، لا، فوق أكسيد الهيدروجين هي اللي بتنحل. أما ثاني أكسيد المنجنيز ده بنقول عليه عامل مساعد، عامل مساعد بيزيد من سرعة التفاعل ولا يشترك فيه، ويبقى دون أن تتغير كتلته أو خواصه الكيميائي، تمام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. تمام، جت معايا السؤال أهو. المادة التي تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون التدخل فيه ولا يتغير وزنها أو خواصها، على طول دي بقى بسميها مين؟ العامل المساعد. طيب كانت عندي إيه بقى في تحضير الأكسجين؟ كانت ثاني أكسيد المنجنيز. برضو اكتب المصطلح العلمي، اتحاد غاز الاكسجين مع المادة ببطء في وجود رطوبة. اتحاد غاز الاكسجين مع المادة ببطء في وجود رطوبة، ده الاكسدة. اتحاد غاز الاكسجين مع المادة سريعا مع انطلاق ضوء وحرارة، ده مين؟ احتراق. الطبقة المتكونة على سطح الحديد عند تعرضه لاكسجين الهواء الرطب، ها، صدأ الحديد، طبعا اللي هي أكسيد الحديد. طبقة من الغلاف الجوي تحمي الكائنات الحية من الأشعة الضارة القادمة من الشمس، دي طبقة إيه؟ الأوزون. الغاز المسؤول عن الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، مين الغاز بقى اللي لما بتزيد نسبته في الأرض بيسبب الى ارتفاع درجة حرارتها وبيسمى ظاهرة الاحتباس الحراري؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون عند زيادة نسبته في الارض ها بيسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. لهب يستخدم لصهر المعادن او لحامها او قطعها، ده لهب ايه؟ الاوكسي استيلين. المركب المستخدم في الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون، ماء الجير الرائق. طيب المركب المسبب لتعكر ماء الجير عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون فيه، ده ايه بقى سنة ستة؟ ده كربونات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم. طيب في سؤال هنا بيجيني في الجزء ده يقول لي علل عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق يسبب تعكره. يعني لما بمرر غاز ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق بيحدث له تعكر، ليه؟ ايه السبب؟ هنفسرها كده سنه سته او هنشرحها له بالظبط، لو جالي السؤال ده لازم اتكلم فيها بالتفصيل. هقول له لان ماء الجير الرائق هو مركب كيميائي بيسمى هيدروكسيد الكالسيوم، يبقى ميه الجير دي هي هيدروكسيد الكالسيوم. عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون فيه يتفاعل ثاني اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم، بيكون ايه؟
بيكون مادة كربونات الكالسيوم، بيكون مادة كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم مادة لا تذوب في الماء ولونها أبيض، لا تذوب في الماء وبيضاء اللون، فبتفضل معلقة في ماء الجير مما يسبب تعكر. خلاص، يبقى شفنا بقى التعكير ده بيجي منين. دي تفاعلات كيميائية بتحدث ما بين مية الجير اللي هي هيدروكسيد الكالسيوم وما بين غاز ثاني أكسيد الكربون. تمام، التفاعل الكيميائي بينتج عنه مادة بيضاء اللون لا تذوب في الماء اللي هي كربونات الكالسيوم، ودي بتفضل معلقة في مية الجير مما يسبب تعكره. تمام، طيب يبقى المركب المسبب لتعكر ماء الجير عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون فيه هي كربونات الكالسيوم. وشفنا كربونات الكالسيوم دي بتيجي ازاي. الغاز المسمى احيانا بالازوت او عديم الحياه، مين بقى الغاز اللي بيسمى عديم الحياه؟ غاز النيتروجين. وقلنا سنه 6 بيسمى ويسمى بعديم الحياه لانه لا يستخدم في التنفس ولا يستخدم في عمليات الاحتراق. يعمل كحلقه وصل بين الأعضاء المستقبلة والأعضاء المستجيبة، ده مين؟ الجهاز العصبي. وحدة بناء الجهاز العصبي، ها، الخلية العصبية. يتكون من اتصال تفرعات الخلايا العصبية مع خلايا عصبية مجاورة، مين بقى الخلايا العصبية اللي متصلة مع بعضها بتكون التشابك العصبي. عصب مادته الخارجية بيضاء ومادته الداخليه رماديه، ده مين بقى؟ ده الحبل الشوكي. وكمان ممكن يجيب لي السؤال ده بالظبط بس يزيد عليه جزء كمان يقول لي عصب مادته الخارجيه بيضاء ومادته الداخليه رماديه اللون تظهر على شكل حرف الاتش، قلنا ده برضو الحبل الشوكي. اماكن تقابل العظام وتسمح بالحركه فيما بينها، يعني بتسمح بحركه العظام، مين اللي بتسمح بالحركه؟ المفاصل. طيب اكتب المصطلح العلمي برضو، مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، الكتلة. قوة جذب الأرض للأجسام، الوزن. مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها، مواد جيدة التوصيل للحرارة. مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها، مواد رديئة التوصيل للحرارة. جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة، ها، الترمومتر. غاز يعكر ماء الجير الرائق، ثاني أكسيد الكربون. غاز يستخدم في تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين، ده غاز الأكسجين. غاز ينتج من تنفس الإنسان ويخرج مع هواء الزفير، ثاني أكسيد الكربون. غاز يستخدم في تخزين المواد وبعض المواد في تخزين البترول وبعض المواد القابلة للإشتعال، النيتروجين. وحدة بناء الجهاز العصبي، الخلية العصبية. علبة عظمية يوجد بداخلها المخ، الجمجمة. جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس، ده مين بقى؟ الحبل الشوكي. احنا عارفين ان الحبل الشوكي مسؤول عن الأفعال المنعكسة داخل الجسم، وكمان الحبل الشوكي بيعمل على توصيل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ، وكمان بيرسل الاستجابات المناسبة من المخ إلى الأعضاء الحركية داخل جسم الإنسان. تمام، يبقى ده الحبل الشوكي. طيب نشوف السؤال اللي معانا، بيتركب من 33 فقرة عظمية، مين بقى اللي بيتركب من 33 فقرة؟ ها، العمود الفقري. طبعا هنا بما إن في فقرة يبقى هو العمود الفقري. ده شكل تاني من الاشكال، الاسئلة برضو اللي بتبقى معانا كتير في الامتحان، ها، ضع علامة صح او علامة خطأ امام كل عبارة مما يلي مع تصحيح العبارات غير الصحيحة. طيب لازم اقرأ راس السؤال كويس جدا يا سنة 6، في سؤال بيقول لي ضع علامة صح او خطأ بس، وفي سؤال زي اللي معايا دلوقتي بيقول لي ضع علامة صح او خطأ مع تصحيح العبارة. بدل ذكر في راس السؤال ان انت تصحح، يبقى لازم تصحح. خلاص، لازم نصحح. طيب لو ما صححتش، لا، هتتخصم نص الدرجه بتاعتك على طول. خلاص، يبقى هتاخد درجه العلامه اللي انت حطيتها لكن مش هتاخدها كامله لان في تصحيح وحضرتك ما صححتش. طيب نشوف بقى السؤال اللي معانا بيتحل ازاي. يوجد بالحبل الشوكي مراكز مسؤوله عن الاحساس والحركه،
يوجد بالحبل الشوكي مراكز مسؤولة عن الإحساس والحركة، الكلام ده إيه؟ غلط. طيب أنا عايزة أصحح بقى، يبقى هشيل كلمة الحبل الشوكي، طبعا هحط تحتها خط في ورقة الامتحان بتاعتي، يبقى يوجد بالحبل الشوكي، لا هي مش بالحبل الشوكي، هنضع خط كده تحت الحبل الشوكي ونكتب إيه؟ بالنصفين الكرويين، يبقى مراكز الإحساس والحركة دول موجودين في النصفين الكرويين. طيب الكتلة هي مقدار جذب الأرض للجسم، طبعا الإجابة هنا خطأ. طيب مين بقى مقدار جذب الأرض للجسم؟ المفروض إن أنا هشيل كلمة الكتلة ونكتب إيه؟ الوزن. الوزن هو مقدار جذب الأرض للجسم. تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن؟ لا طبعا الكلام ده غلط. أمال إيه؟ تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، يبقى أنا هنا هصحح كلمتين، هضع خط تحت البارد وأكتب مكان فوقها كده الساخن، ها، ونضع خط تحت الساخن ونكتب البارد، يبقى تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. يستخدم الميزان الرقمي في قياس الوزن؟ ها، يستخدم الميزان الرقمي في قياس الوزن؟ لا الكلام ده طبعا غلط. طب التصحيح، التصحيح هنا انت ممكن تصحح، يبقى العبارات اللي فاتت ما كانش ينفع فيها تصحيح غير اللي انا جاوبته عليه دلوقتي سنة ستة، لكن في الجملة دي او في العبارة دي صحح هنا بطريقتين، يا اما هنشيل كلمة الرقمي ونكتب الزنبرجي، يبقى دي رقم واحد اهو تصحيح بطريقة ان انا اشيل كلمة الرقمي واكتب الميزان الزنبرجي، في الحالة دي هسيب كلمة الوزن عادي، يبقى يستخدم الميزان الزنبرجي في قياس الوزن. خلاص؟ طيب ايه تاني اقدر اصحح بطريقة تانية؟ ان انا هنا يستخدم الميزان الرقمي في قياس، اشيل الوزن هنا واكتب الكتلة، يبقى يا اما هتصحح كلمة الرقمي تغيرها للميزان الزنبرجي، او تصحح الوزن هنا وتكتب الكتلة، بس خلي بالك انت تبع الميزان اللي انت هتسيبه، يعني لو قلت يستخدم الميزان الرقمي في قياس، ها الكتلة في الحالة دي هشيل الوزن يبقى في قياس الكتلة. طيب لو انا عايزة اسيب كلمة الوزن يبقى يستخدم الميزان الزنبرجي في قياس الوزن. خلاص؟ طيب من المواد رديئة التوصيل للحرارة النحاس، الكلام ده طبعا ايه؟ غلط. طيب عايزة اصحح نفس الكلام، هتصحح بطريقتين، يا اما هنا هقول من المواد اشيل كلمة الرديئة واكتب جيدة التوصيل للحرارة، اشيل كلمة الرديئة ها واكتب جيدة التوصيل للحرارة النحاس. طيب انا عايز اغير كلمة النحاس، يبقى هقول ايه؟ من المواد رديئة التوصيل للحرارة، اشيل النحاس واكتب بقى البلاستيك، الخشب، الورق، الازاز، اكتب اي مادة رديئة التوصيل للحرارة. خلاص؟ يبقى عندي جمل ينفع لها تصحيح اكتر من كلمة. طيب من المواد رديئة التوصيل للحرارة، قلنا هنشيل النحاس ونكتب ايه؟ الخشب او الورق او الزجاج. خلاص؟ طيب يبقى تاني، يبقى العبارة دي قلت ممكن تتصحح بطريقتين، يا اما اشيل كلمة رديئة او اكتب جيدة، في الحالة دي هسيب النحاس، طب انا عايز اغير النحاس يبقى هسيب رديئة واكتب ايه بقى؟ الورق، الخشب، البلاستيك، اي مادة رديئة التوصيل للحرارة. طيب الالومنيوم يوصل الحرارة اسرع من النحاس، الالومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس، طبعا الكلام ده إيه؟ خطأ، لأن النحاس هو أسرع المعادن في توصيل الحرارة. طيب أنا لازم أصححها، أصححها إزاي؟ هنبدل، هنقول الألومنيوم والنحاس؟ لأ، أنا هشيل هنا كلمة النحاس وأكتب إيه؟ الحديد، يبقى الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من الحديد، الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من الحديد، تمام؟ الزئبق رديء التوصيل للحرارة، ها طبعا الزئبق ايه؟ الكلام ده غلط. الزئبق جيد التوصيل للحرارة لاننا استخدمناه في صناعة الترمومترات، يبقى انا هصحح ازاي؟ هنضع خط تحت كلمة رديء واكتب جيد. طب انا عايز اسيب كلمة رديء، اشيل الزئبق واكتب الخشب، الزجاج، الورق، زي ما احنا متفقين. طيب يستخدم الترمومتر المئوي لقياس درجة حرارة الانسان؟ ها غلط. طيب
اصحح هنا ازاي؟ يا اما اشيل المئوي واكتب الطبي، يبقى يستخدم الترمومتر الطبي لقياس درجة حرارة الانسان. طيب انا عايزة اسيب الترمومتر المئوي، يبقى هشيل كلمة الانسان واكتب السوائل. خلاص تصحيح، بدل هو ما حطش خط ولا حدد الكلمة اللي عايز تصحيح ليها، صحح انت كما يسهل عليك، يعني اللي انت شايفه سهل بالنسبة لك صححه. يبقى كلمة الترمومتر المئوي هنا لو عايزة اسيبها، يبقى هغير الانسان واكتب ايه؟ السوائل. لو انا عايزة اشيل اسيب كلمة الانسان، يبقى هقول الترمومتر الطبي. طيب ومعانا اول تليفون النهاردة، ومن زينة من القاهرة. سلام عليكم يا زينة، ميس، كنت عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. اذكر سببا واحد لكل من يستخدم غاز النيتروجين في نقل إطارات السيارات. هو ده السؤال يعني؟ اه طيب بصي يا زينة، لأن غاز النيتروجين حجمه ثابت نسبيا، لا يتأثر بتغيير درجة الحرارة أثناء الصيف. تمام؟ لأن غاز، هقولهولك تاني، لأن غاز النيتروجين حجمه ثابت نسبيا، لا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. تمام؟ ماشي. شكرا يا العفو يا حوت. شكرا. سلام مع السلامة. سلام. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعد كده برضو. صحح ده علامة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق، الكلام ده إيه؟ صح. تثبت البكتيريا العقد الجذرية في النباتات البقولية نيتروجين الهواء الجوي، الكلام ده صح. يقع النخاع المستطيل أسفل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكي، طبعا صح. يخرج من المخ 10 أزواج من الأعصاب تعرف بالأعصاب المخية، ها خطأ. لا الكلام ده غلط، ومفيش بقى هنا غير تصحيح واحد، ده عدد مفهوش اختلاف. يبقى يخرج من المخ ايه؟ 12 زوجا من الأعصاب المخية. يبقى بيخرج من المخ 12 زوج من الأعصاب المخية. طيب طيب ومعانا تليفون تاني من محمد بن سوهاج. سلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ذاكرت العلوم؟ تمام. طيب عندك سؤال لينا؟ اتفضل. أفضل المعادن في توصيل الحرارة: أفضل. النحاس، الزئبق، الألمونيوم، الحديد. النحاس يا محمد، النحاس. طيب رد الفعل المنعكس يحدث ببطء بسرعة غير ذلك. لا محمد تاني كده وبالراحة تاني. رد الفعل المنعكس أيوة يحدث ببطء بسرعة غير ذلك. لا بسرعة طبعا، بسرعة دي بتبقى استجابة تلقائية سريعة، بيبقى بسرعة جدا يعني. ايه تاني؟ شكرا. العفو يا محمد. طيب نكمل الأسئلة بتاعتنا. ها الحبل الشوكي مسؤول عن الأفعال المنعكسة في الإنسان، طبعا الكلام ده صح. يستخدم ثاني أكسيد الكربون في صناعة المياه الغازية، طبعا صح. يستخدم الميزان الرقمي في قياس الوزن، طبعا الكلام ده غلط ولسه مكلمين عليه. قلنا يستخدم الميزان الزنبركي في قياس الوزن، أو يستخدم الميزان الرقمي في قياس الكتلة. يستخدم الترمومتر المئوي في لقياس درجة حرارة الإنسان، برضو غلط. قلنا الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة السوائل، أو الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة الإنسان. يسمى النيتروجين بالأزوت ومعناها غاز الحياة، طبعا غلط، لأن كلمة الأزوت هنا معناها عديم الحياة. خلاص يبقى غاز النيتروجين معناها عديم الحياة. المخيخ هو مركز التحكم الرئيسي في مخك، طبعا الكلام ده ايه؟ غلط. طيب مركز التصحيح هنا هيبقى ايه؟ هشيل كلمة المخيخ دي واكتب المخ. طب ايه الفرق بين المخ والمخيخ؟ ان المخيخ جزء من المخ يا سنة ستة، المخيخ جزء من المخ. المخ بيتكون من 3 أجزاء رئيسية، هي النصفين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل. يبقى المخيخ ده جزء من المخ. يبقى مين المركز التحكم الرئيسي في جسمي؟ هو
المخ، تمام؟ يبقى زي ما اتفقنا ان المخ هو مركز التحكم الرئيسي في جسمنا. طب المخ بيتكون من ايه؟ المخ بيتكون من 3 أجزاء رئيسيه، النصفين الكرويين، اسفلهم المخيخ، اسفله النخاع المستطيل. طيب المخيخ بقى هو بيتحكم في ايه؟ المخيخ بيتحكم في حفظ توازن الجسم اثناء الحركه. المخيخ بيعمل على حفظ توازن الجسم اثناء الحركه، لكن المخ كله على بعضه بال3 أجزاء الرئيسيه بتوعه هو اللي بيتحكم في جسمي كله. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. سؤال علل. سؤال برضو مهم ومن الاسئله اللي ان شاء الله هنلاقيها في الامتحان. طيب طيب معانا تليفون تاني من زياد من القاهره. ازيك يا زياد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا زياد، عامل ايه؟ الحمد لله. طيب عندك سؤال؟ انا ايوه عندي سؤال. نعم. بيقول لي ده صح او غلط؟ ايوه. مع تصحيح الخطا. اتفضل. بيقول لي الخلايا العضليه هي وحده البناء الوظيفه في الجهاز العصبي. صح طبعا. صح؟ ماشي، شكرا. ماشي يا زياد. طيب نشوف بقى سؤال علل اللي الناس كلها بتبقى قلقانه منه واحنا ما بنحفظش واحنا مش عارفين نجاوبه. لا، سؤال علل فهم، افهمه وعبر عنه باسلوبك بس المعلومه العلميه تبقى صح. مش عايزاك تحفظ ماده العلوم بتاعتنا، ماده جميله وماده ماده فهم مش ماده حفظ. خلاص افهم المعلومه وعبر عنها باسلوبك بس ادهاني صح، مش هتعبر عنها باسلوبك هتألف فيها. لا، ندي المعلومه العلميه مظبوطه. طيب السؤال عندي بقى بيقول ايه؟ تضاف الخميره الى العجين. ليه بنضيف الخميره الى العجين؟ ها؟ لان الخميره بتنتج غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء التخمر، وبعدين بيتمدد بالحراره ويجعل الخبز مسميا مستساغ الطعم. تضاف الخميره الى العجين لان الخميره تنتج غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء التخمر ويتمدد بالحراره مما يجعل الخبز مسميا مستساغ الطعم. طب يا مثلا عايز اكتب اجابه يعني اقل شويه من كده. لازم نذكر في الاجابه ان الخميره بتنتج غاز ثاني اكسيد الكربون. خلاص. طيب ايه بقى الاختصار هنا؟ يبقى بينتج غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يجعل الخبز مسميا مستساغ الطعم. طيب ومعانا تليفون تاني من عبد العاطي من سوهاج. سلام عليكم يا عبد العاطي. السلام عليكم يا مس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك، عامل ايه؟ كويس، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله. عندك سؤال؟ ايوه. علل يمتد سلك الميزان الزنبورتي عند تعليق جسم ده. طيب في حاجه تانية غير السؤال ده؟ لا مش. طيب دلوقتي يا عبد العاطي، لما بنعلق جسم في الميزان الزنبورتي احنا بنحسب الوزن. خلاص، مقدار التمدد، مقدار التمدد اللي بيحصل في سلك الميزان الزنبرجي ده بيساوي وزن الجسم المعلق فيه. تاني انت دلوقتي جبت الميزان الزنبرجي علقت فيه الجسم اللي انت عايز تحسب وزنه، صح؟ صح. الجسم اللي انت معلقه في الميزان الزنبرجي ده هيتجه الارض، هتجذبه يعني هينزل لاسفل. ايوه صح كده. طيب صح. وهو بينزل لاسفل بيشد ايه معاه؟ بينزل هو كمان لاسفل السلك بتاع الميزان. تمام، هيفضل هينزل السلك بتاع الميزان لاسفل لحد ما يثبت عند قراءه معينه على الميزان الزنبرجي. مقدار التمدد بتاع السلك ده بيساوي وزن الجسم المتعلق فيه. وصلت؟ وكلي. طيب نكتبها ازاي بقى لو السؤال ده جه؟ نكتبه ازاي؟ هقول ان مقدار التمدد الحادث في سلك الميزان الزنبرجي بيعادل او بيساوي وزن الجسم المعلق فيه. خلاص؟ خلاص. طيب في سؤال تاني؟ لا شكرا انا بس. العفو. طيب مع السلامه، بنشكرك يا عبد العاطي. طيب نكمل بقى نشوف السؤال بتاعنا، وغالبا هنلاقي السؤال بتاع عبد العاطي معانا في الاسئله. طيب نشوف بقى السؤال التاني بيقول لي برضو علل. إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاة. إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاة.
لأن إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى توقف القلب وتوقف عملية التنفس. إحنا اتفقنا هنا إن النخاع المستطيل، أو زي ما شفناها في الدرس بتاعنا، إن النخاع المستطيل مسؤول عن العمليات اللا إرادية داخل جسم الإنسان. إيه العمليات اللا إرادية داخل جسمي؟ ضربات القلب وتوزيع القلب على أجزاء الجسم، عملية التنفس، ها عملية إيه؟ الهضم. طيب لو النخاع المستطيل ده حصل فيه إصابة أو ضرر، طبعا هيؤدي إلى توقف القلب وهيؤدي إلى توقف عملية التنفس، لأن هو اللي مسؤول عنه. خلاص، يبقى مفيش حد هيتنفس ومفيش دم هيتوزع على أجزاء الجسم، يبقى ده اسمه وفاة. خلاص، يبقى إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاة، لأن إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى توقف القلب وتوقف عملية التنفس. يستخدم الألمنيوم في صناعة أواني الطهي، لأن الألمنيوم إيه؟ جيد التوصيل للحرارة. يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل، لأنه شحيح الذوبان في الماء وكثافته أقل من كثافة الماء. يبقى غاز الأكسجين لا يذوب في الماء وكثافته أقل من كثافة الماء. يلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب، ها، لأنها تؤثر سلبا على الجهاز العصبي. يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق، ليه بقى؟ لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. يحيط القفص الصدري بالقلب والرئتين، ها، لحماية القلب والرئتين ويساعد في عملية التنفس. وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية، وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية، ها، للسماح لحديد القضبان بالتمدد صيفا وتجنب التوائه ووقوع حوادث القطارات. يبقى بتترك مسافات بين قضبان السكك الحديدية، قلنا لأن في فصل الصيف بفعل حرارة الشمس الحديد ده معدن، فبيتأثر بالحرارة وبيتمدد، تمام، فهيلتوي، لو ما فيش مسافة هيحصل التواء، ومن الالتواء ده هينقلب القطار وتحدث الحوادث. تمام. طيب يبقى ده كمان معانا، ها، السؤال عن تمدد المعادن في فصل الصيف. طيب ومعانا تليفون تاني من سلمى من البحيرة. سلام عليكم يا سلمى، عليكم السلام، ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. في سؤال؟ لا، انا ممكن حضرتك تسأليني؟ ممكن اسالك؟ حاضر. طيب شوفي معانا السؤال ده يا سلمى. طيب بيقول علل تصنع نوافذ تصنع النوافذ العازله للحراره من لوحين من الزجاج بينهم فراغ به هواء. ممكن حضرتك تقولي تاني؟ سؤال. طيب تصنع النوافذ العازله للحراره من لوحين من الزجاج بينهما فراغ به هواء. ايه؟ مش عارفه الصراحه. طيب بص يا سلمى، ان في البلاد البارده جدا احنا اتفقنا ان الحراره بتنتقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد، صح؟ صح. طيب في البلاد البارده اللي بيبقى عندها برد في فترات طويله وبينزل بيسقط عندها التلج والجليد والكلام ده، بيدفوا البيوت بتاعتهم قوي قوي قوي، وعايزين يبقى الدفا ده في البيت، الدفا ده في البيت، خلاص، فعايزين يمنعوا تسرب الحراره من داخل المنزل الى خارجه. يعملوا ايه؟ بيصنعوا النوافذ الشبابيك بتاعتهم، يعملوها من لوحين من الزجاج بينهم هواء. خلاص، ليه بقى؟ لان الزجاج ماده عازله للحراره والهواء ماده عازله للحراره، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيمنع تسرب الحراره من داخل المنزل الى خارجه، بيفضلوا محتفظين بالحراره وبالدفء اللي هم عملوه في البيت. يبقى اكتب ايه بقى لو السؤال ده جه؟ ها، لمنع تسرب الحراره من داخل المنزل الى خارجه. معايا؟ معايا. طيب شوف سؤال كمان. ماشي. طيب ها، سرعة سحب اليد عند ملامستها لجسم ساخن فجأة بسبب الأفعال المنعكسة التي يصدرها الحبل الشوكي. ممتازة، برافو عليكي، لقيام الجسم بالفعل المنعكس. ممتازة يا سلمى. طيب سؤال كمان، تعكر ماء الجير الرائق عند نفخ هواء الزفير فيه. لأن غاز ثاني أكسيد الكربون، لأن هواء الزفير يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق.
تمام. انت كنت شفتي لها من اول الحلقه يا سلمى؟ اه. طيب شفتي ليه بقى بيتعكر ماء الجير؟ اه. طيب نتيجه تكون ماده ايه؟ ماده ايه؟ ها؟ الكربون. لا، كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم. في السؤال ده يا سلمى انت كده جاوبتي، يعني ايه ماشي، الاجابه هتعتبر صح، بس لو عايزين بقى ناخد الفول مارك يبقى لازم اجاوب ايه؟ اقول ان هواء الزفير بيحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون، ها، الذي يتحد مع ماء الجير الرائق ويكون ماده كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء وتسبب تعكر ماء الجير. تمام؟ طيب عندك سؤال يا سلمى لينا؟ افتكري. طيب بنشكر سلمى جدا، وسلمى من الطلاب المتميزين. طيب يبقى تعكر ماء الجير عند نفخ هواء الزفير فيه ليه بقى؟ لتكون مادة كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء، وطبعا ايه؟ لان هواء الزفير هنا بيحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب للاجسام العالقة في الهواء فائدة رغم اعتبارها من الملوثات. نخلي بالنا من السؤال ده كويس قوي، لان سؤال كده من بين السطور، واحيانا كتير بيجي في الامتحانات احيانا. يعني للاجسام العالقه في الهواء فائده رغم اعتبارها من الملوثات. احنا اتفقنا الاجسام العالقه دي اللي هي ايه؟ اللي هي التراب، الدخان، الغبار. التراب، ها، الدخان والغبار. طبعا التراب والدخان والغبار من الملوثات. طب لهم فايده؟ اه لهم فايده. فايدتهم ايه بقى؟ يتكاثف بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي حولها وينزل لسطح الارض على هيئه قطرات المطر او الثلج. يبقى تاني، يتكاثف بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي حولها وينزل لسطح الارض على هيئه قطرات المطر او الثلج. اذكر السبب العلمي بالظبط كانه علل، ها، لكل مما ياتي. تسقط الاجسام دائما اتجاه الارض. ليه بقى؟ نتيجه جذب الارض للاجسام اللي بنسميها الوزن، ودائما الوزن يؤثر في اتجاه مركز الارض. يبقى دائما تسقط الاجسام في اتجاه مركز الارض نتيجه جذب الارض للاجسام، ودائما الوزن بيؤثر في اتجاه مركز الارض. تصنع اواني الطهي من الالومنيوم بينما تصنع المقابض من البلاستيك او الخشب. ليه بقى؟ لان الالومنيوم ماده جيده التوصيل للحراره، بينما البلاستيك او الخشب من المواد رديئه التوصيل للحراره. يتمدد سلك الميزان الزنبرجي عند تعليق جسم به. ده السؤال اللي كان معانا من شويه. بيبقى بيتمدد سلك الميزان الزنبرجي عند تعليق جسم به، لأن التمدد الحادث في سلك الميزان الزنبرجي يساوي وزن الجسم. تمام؟ يبقى التمدد اللي بيحصل في سلك الميزان الزنبرجي ده بيساوي وزن الجسم المعلق في الميزان الزنبرجي. يختلف وزن الجسم على سطح الأرض عنه عن أي كوكب آخر. طيب ليه بقى؟ قلنا لان الوزن يختلف باختلاف كتلة الكوكب، كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الجسم عليه. لان الوزن يختلف باختلاف كتلة الكوكب، كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الجسم عليه. يختلف وزن شخص موجود في المنطاد عنه في الارض. يختلف وزن الشخص الموجود في المنطاد عنه في الأرض. طيب ليه بقى؟ ليه بيختلف وزن الشخص الموجود في المنطاد لما يكون موجود في الأرض؟ قلت سنة ستة لأن المسافة ما بين الجسم وبين الأرض بتؤثر على الوزن. لأن المسافة ما بين الأرض وبين الجسم بتؤثر على الوزن. طيب لأن الوزن يختلف باختلاف المسافة بين الجسم ومركز الأرض. لأن الوزن يختلف باختلاف المسافة بين الجسم ومركز الأرض. طيب الوزن بيختلف إزاي؟ يقل الوزن إذا زادت المسافة بين الجسم ومركز الأرض
ويزيد الوزن كلما قلت المسافة بين الجسم ومركز الأرض. يعني زودنا المسافة والجسم ده ارتفع أو بعد عن الأرض وزنه بيقل. طيب نزل الجسم ده لأسفل في اتجاه مركز الأرض وزنه بيزيد. تمام؟ طيب هو سؤال إجابته طويلة شوية بس للأسف هي دي الإجابة، يعني لأن الوزن يختلف باختلاف المسافة بين الجسم ومركز الأرض. يقل الوزن إذا زادت المسافة بين الجسم ومركز الأرض، يعني الجسم ارتفع لأعلى وزنه يقل، ويزيد الوزن كلما قلت المسافة بين الجسم ومركز الأرض. يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق في الترمومتر الطبي. طيب ماشي معانا تليفون تاني، معانا رودينا من اسيوط. ازيك يا رودينا؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك عامله ايه؟ علي صوتك. كويس الحمد لله. الحمد لله. طيب في سؤال لينا يا رودينا؟ لا عايزه اسال. طيب اتفضلي حلي بقى معايا السؤال ده كده. يوجد اختناق فعلل. يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق في الترمومتر الطبي. يصح قراءة درجة الحرارة وتسجيلها. طيب. وعدد عام عودة الزئبق إلى المستودع. طبعا إجابتك صح يا رودينا بس رتبيها. احنا بنقول الاختناق هنا فايدته إيه؟ منع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع ونستطيع قراءة درجة الحرارة. يبقى الأول قولي الأول لما تيجي تجاوبي ترتيب الإجابة بيفرق، يبقى هنقول لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع وسهولة قراءة درجة الحرارة. تمام؟ أيوه يا رودينا. أيوه ماشي. ماشي طيب شوفي سؤال. سؤال تاني. يبقى ثاني أكسيد المنجنيز في تحضير غاز الأكسجين بدون تغيير في الكتلة والخواص. لأنه عامل مساعد. برافو عليكي. لأنه إيه؟ عامل مساعد. طيب سؤال كمان. غاز الأوزون مهم جدا في الطبيعة لعدم وصول الأشعة الفوق بنفسجية إلى الأرض. ده أنت ممتازة ما شاء الله عليكي، من الطلبة المتميزين جدا. برافو عليكي يا رودينا. طيب بنشكرك جدا جدا جدا. طيب نشوف بقى نكمل الأسئلة بتاعتنا. هنا غاز الأوزون بيعمل ايه او فايدته ايه؟ قلنا غاز الأوزون بيعمل على حماية الأرض من الأشعة الضارة القادمة من الشمس، وهي الأشعة فوق البنفسجية زي رودينا ما قالت لنا. يبقى غاز الأوزون بيحمي الأرض من الأشعة الضارة القادمة من الشمس. طيب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة في السنوات الأخيرة. زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة في السنوات الأخيرة. ايه بقى الاسباب او السبب العلمي اللي ادى الى زيادة ثاني اكسيد الكربون في الطبيعة؟ طبعا احتراق الكميات الهائلة من الوقود في المصانع ومحطات الوقود وازالة المساحات الخضراء. خلاص يبقى زيادة ثاني اكسيد الكربون دي نتجت عن ايه؟ عن احتراق كميات كبيرة من الوقود في المصانع ووسائل المواصلات، وكمان تناقص المساحات الخضراء. غاز ثاني اكسيد الكربون مهم للطبيعه. غاز ثاني اكسيد الكربون مهم للطبيعه. ثاني اكسيد الكربون مهم للطبيعه في ايه؟ لان النباتات الخضراء تستخدمه في عمليه البناء الضوئي لتكوين الغذاء وانتاج غاز الاكسجين. طيب ماشي. طيب يبقى معايا هنا كده غاز ثاني اكسيد الكربون قلنا مهم جدا لان النباتات الخضراء بتستخدمه في صناعه البناء الضوئي اللي بيوفر عندنا غاز الاكسجين اللازم لعمليه التنفس، وبيوفر كمان الغذاء. طيب معانا كمان تليفون من نغم من اسكندريه. سلام عليكم يا نغم. الو. الو. ايوه انا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه عاملين ايه في مذاكره العلوم؟ الحمد لله كويس. تمام تمام. طيب ما عندك سؤال؟ لا انا عايزه اسال. طيب عايزه تتسالي. طيب شوفي معايا السؤال ده يا نغم. ها يسمى غاز النيتروجين بالازوت. نعم. يسمى غاز النيتروجين بالازوت. علمي. غاز النيتروجين بيسمى بالازوت ليه؟ علل. من نوع من الحيوانات. ايه مش سامعاكي يا نغم. الو. ايوه يا نغم. ها
غاز النيتروجين بيسمى بالازوت لانه لا يستخدم في ها انا مش سامعاكي خالص. نعم بتقول فين فين اجابتك؟ لا طيب اسمعي الاجابه يا نغم. غاز النيتروجين بيسمى بالازوت، معنى كلمه ازوت يا نغم يعني عديم الحياه. ليه بقى بنسميه عديم الحياه؟ لانه لا يستخدم في عمليات التنفس او عمليات الاحتراق. خلاص، لانه لا يستخدم في عمليات التنفس او عمليات الاحتراق. خلاص، طيب وكلمه ازوت هنا معناها عديم الحياه، يبقى لانه لا يستخدم في عمليه التنفس ولا يستخدم في عمليات الاحتراق. خلاص، طيب سؤال كمان معانا اللي هو للمخيخ اهميه كبيره اثناء الحركه. للمخيخ اهميه كبيره اثناء الحركه. المخيخ هنا بيعمل ايه؟ المخيخ بيعمل على حفظ توازن الجسم اثناء حركته. المخيخ بيعمل على حفظ توازن الجسم اثناء حركته. طيب كده سنه سته شفنا كميه كبيره جدا من الاسئله. طبعا من خلال الاسئله اللي احنا جاوبناها ممكن بقى انت تعرف اجابات تانية تيجي لك شكل تاني من السؤال فهتعرف تجاوبه. اللي انا بس عايزه انبهك عليه ان انت ما ننساش المسائل، نراجع تاني على المسائل طبعا في ترتيب الحل، نكتب القانون، نعوض، نخرج الناتج، ولازم لازم وحده القياس في اخر المساله. كمان نراجع على الرسومات اللي عندنا، نعرف البيانات بتاعتها كويس قوي، وان شاء الله موفقين بكره في الامتحان. واتمنى لكم كلكم التفوق والدرجات النهائيه، واجازه سعيده بعد الامتحانات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.